السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير. ومعانا النهاردة فيديو، قبل ما نسمع خبرنا متنساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خليكم دايما فاكرين ان هنا هو بس هتلاقي كل الاخبار الجديدة، فلا تدور ولا تحتار، ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله. خبرنا النهاردة بيتكلم عن الجميلة رحمة رياض واللي استعدادت الضخمة اللي كانت في سندباد لاند علشان تقام حفلتها النهاردة، وكل التذاكر اتباعت وهي ظهرت بتاعها، واللوك بتاعها رقيق جدا 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 وأمورة وجميلة، وبتشكر التيم بتاعها، وطبعا استقبال حار جدا من جمهورها وتواضع منها كالعادة، وحب الناس ده ليها مش غريب، وهي فعلا تستاهل حب الناس لأنها إنسانة متواضعة وجميلة. وألف مبروك ليها على كل حاجة جميلة في حياتها بتحصل لها، لأنها تستاهل كل خير، ودايما يا رب ربنا يوفقها في حياتها وفي مجالها وفي شغلها وفي بيتها ومع زوجها وفي كل حاجة. كده خبرنا يكون خلص خلاص، ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.